احرص دائما على مسألة النية. وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ومسألة النية قد تكون لبعض الناس منفرة، وقد تكون لبعض الناس محفزة. فأما كونها منفرة فإنما تكون للجاهل الذي يظن أن نيته مدخولة، وأن دخل نيته ونقص نيته يكون سببا في عدم تحصيله العلم، فيترك العلم ظنا منه أنه بذلك قد أتى بالإخلاص، وهذا في الحقيقة إنما هو جاهل. بل قال بعض أهل العلم: إن فعل العبادة لأجل الناس رياء، وتركها لأجلهم نقص في العقل وشرك معا. إذن هذه أخطر جدا، ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما هي النية في العلم. النية في العلم، لما سأل أظن الميموني أو المروذي أحدهما الإمام أحمد قال: ما النية في العلم؟ ما معنى أن أكون نويت العلم النية العظيمة والأجر التام؟ قال: النية في العلم، قال: أن تنوي نفي الجهل عن نفسك وأن تعلم الناس فقط. إذن النية الصالحة هو أن تقول: أريد أن أعبد الله على بصيرة، أريد أن أعلم الناس الحق. لربما لم تحتج هذه المسألة في عقود، أو لم تحتج هذه المسألة في أنكحة وطلاق وفرقة وظهار ونحو ذلك، ولكن لربما سألك رجل فتجد أثر إجابة هذا السؤال عليه عظيما، بل لربما انتفع بالعلم الذي علمته إياه. إذن النية الصالحة أمران، كما قال الإمام أحمد: هو أن تنوي نفي الجهل عن نفسك فتؤدي العبادة كما أمر الله عز وجل وشرع قدر المستطاع، لأنك تجتهد ربما إما بتقليد سائغ أو اجتهاد صحيح، إما باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ، أو أنك يعني قد تصيب وقد تخطئ في الاختيار. لكن عموما القصد من ذلك أنك يعني تسعى لنفي الجهل عن نفسك ولتعلم الآخرين.